اكتوبر القادم. لكن سيد عبد الستار، كثيرون يعني لا يصدقون أي مواجهة ربما قد تكون بين إيران وإسرائيل بشكل مباشر، يعني أن المواجهة لا تتعدى فقط سوى التهديدات. لا لا لا، هو لا لا، مو تهديدات. إيران تستخدم وكلاءها هنا، لا تدخل بشكل مباشر. الحوثي باليمن، حزب الله في لبنان، الحشد المرتبط بها في العراق، إضافة إلى الميليشيات المتعددة الجنسيات في سوريا، وكلاؤها وإيران زودتهم مو فقط بصواريخ وطائرات درونز، وإنما بمكونات الصواريخ التي تصنع في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا. ولذلك الحقيقة هذا ملف صاروخ، ملف صاروخ هي أحد الملفات التي يجب أن يتم التفاوض عليها أو التي يجب مواجهتها. فبالتالي هو نعم صراع غير مباشر، لكن قد يتطور إلى صراع مباشر. لكن سيد عبد